مساء الخير. نتنياهو افتعل هذه الحرب لعدم قدرته على تشكيل الحكومة. لسنا نحن من يقول، بل وزراء وأعضاء في الكنيست وشريحة واسعة من الإسرائيليين. وقد نجح الرجل فيما يسعى إليه وفشل في جزئية واحدة. نجح بتفكيك خصومه السياسيين وأجبرهم على العودة إلى حكومته بعدما كانوا على وشك إعلان حكومة بمنأى عن نتنياهو، ونجح أيضا في حشد رأي عام إسرائيلي لصالحه، خاصة من اليمين المتطرف في أي انتخابات قادمة، لكنه فشل في الانتصار على غزة. يقول وزير الدفاع ليبرمان إن الكابينات يخضع بالكامل لسلطة نتنياهو، والوزراء ليس لهم أي تأثير حقيقي على التحركات التي يتخذها، ولا هدف استراتيجي للعملية ضد غزة سوى تحسين صورة نتنياهو أمام الجمهور الإسرائيلي. وطالما أن الحرب ستقوض تشكيل حكومة مع لابيد، سيحاول نتنياهو إطالة العملية العسكرية لإفساد الأمر عليه. يضيف ليبرمان، هذه العملية برمتها غير ضرورية، وحماس ستخرج فيها منتصرة، وإسرائيل كشفت عورة جبهتها الداخلية، والعالم سيقول، إذا كان هذا حال الإسرائيليين أمام حماس، فماذا سيكون حالهم أمام حزب الله وإيران؟ اليوم تعلن القناة الثانية الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تكذب على الإسرائيليين، وأن هناك 97 قتيلاً إسرائيلياً و870 جريحاً، بعضهم في حالة خطرة فقط من أجل حساباته الشخصية. شرائح واسعة من الإسرائيليين تصرخ اليوم إن هذا الرجل يعرض الأمة اليهودية للخطر في سبيل فوزه في الانتخابات، ويسعى لإطالة الحرب فقط من أجل الاستعراض وحشد اليمين المتطرف حوله. وقد درجت العادة على أنه حين تتكلم الأسلحة عادة ما يسكت الصراع السياسي الداخلي في إسرائيل، وحين تكون البلاد على شفير الحرب تلتف المعارضة عادة حول الحكومة. لأجل هذا فقط يقصف نتنياهو غزة 450 غارة قامت بها 150 طائرة في 40 دقيقة. وصحيح أن فلسطين منقسمة، لكنها مشتعلة عن بكرة أبيها، وللمرة الأولى يهب فلسطيني الداخل ويشعر أهل الضفة بالحرج والعجز، فيما يرمي الغزاويون بأنفسهم وبصواريخهم رافعين نداء القدس. وفي المقابل يقدم نتنياهو عرضا حيا لايف لمفهومه للتطبيع مع العرب. فهل خطط نتنياهو لكل هذا التصعيد الحالي؟ هل صحيح أنه هو فعلا مهندس كل هذه التوترات ابتداء من حي الشيخ جراح في القدس مرورا بمناطق الداخل وانتهاء في غزة؟ هل دبر نتنياهو كل ذلك لإنقاذ نفسه سياسيا؟ هل صحيح أنه دس مساعديه وأمنيه وشرطته لاستفزاز المصلين في رمضان؟ هل ما فعله نتنياهو كانت ضربة القاضية لجهود لابيد لتشكيل الحكومة؟ ولكن بعد كل هذا الذي حصل، هل يضمن نتنياهو تحقيق هدفه؟ خاصة أن هناك أمام معارضه أسبوعين آخرين لتشكيل الحكومة. هل سيلاقي نتنياهو تقبلا من المجتمع الإسرائيلي الذي دفع أثمانا باهظة؟ هل سيكون أكثر قدرة على التحرك حيال هذه الحرب؟ كيف سيتطور المشهد في المدى المنظور؟ هل سيحصل على الغالبية النيابية في الانتخابات القادمة أم أن نتنياهو لا يهتم حاليا سوى بشراء الوقت مهما كان هذا الأخير هامشيا؟ مرحبا بكم إلى التفاصيل. عفر كاسيف عضو الكنيسة الإسرائيلي يصف نتنياهو بالمختل عقليا، ويحمله المسؤولية الكاملة لما يحدث الآن في فلسطين المحتلة وغزة، ويقول نتنياهو افتعل الحرب لعدم قدرته على تشكيل الحكومة. نتابع. أولا يجب أن يعرف الجميع أن نتنياهو نفسه والبلطجية من حوله الذين يسمون نفسهم حكومة إسرائيل هم المسؤولون عن هذا الاحتقان، وهو من أشعل فتيله عمدا، وهذا لم يكن صدفة أنه بدأ الاحتقان في نفس اليوم الذي تزامن مع تفويض تشكيل الحكومة. نتنياهو أشعل النار في اللحظة التي فهم فيها أنه غير قادر على تشكيل الحكومة، لذلك هو المسؤول عن سفك الدماء، وهو المسؤول عن كل قطرة دم تراق من اليهود والفلسطينيين، لذلك فإن المسؤولية والذنب عليه وعلى حكومته.
So the responsibility, the blame should be put on him and his government. إذن ما تقوله أنه هو مثير للسخرية. أنت تقول إنه فعل كل هذا من خلفيات سياسية وليس هناك أي صلة لأمن دولة إسرائيل، ولهذا أكثر من 200 قتيل في غزة وعشرة قتلى إسرائيليين، وبسبب أفعاله كل هذا حصل. أنت تلخصين وجهة نظري بالكامل، وأنا أقول إنه أكثر من مجرد مثير للسخرية. سأكون صريحاً جداً وواضحاً، وآمل من المشاهدين أن يفهموا كلامي. قبل عام قلت في الكنيست أن نتنياهو مهووس حرائق ومريض نفسياً، وأقولها مرة أخرى، إنه مريض نفسي، لا يهمه إطلاقاً حياة ومصلحة الآخرين، يهتم فقط بنفسه. هو يريد البقاء في السلطة حتى يبقى خارج السجن، وهذا هو السبب الوحيد الذي نعاني منه في الأيام الأخيرة، وبالذات يعانون منه في غزة. قلبي مع سكان غزة ومع سكان إسرائيل الذين يعانون بسبب أن المريض النفسي ما زال في الحكم، وآمل أن يفقد الحكم في القريب العاجل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من إسطنبول، بالأستاذ خالد خليل الصحفي المختص بالشؤون الإسرائيلية، بضيفي أيضا من حيفا الدكتور إمتانس شحادة عضو الكنيسة السابق في التجمع الوطني الديمقراطي، وبضيفي من القدس السيد جولان برهوم الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل دكتور إمتانس شحادة، أبدأ معك هذا الحوار بعد الترحيب. طبعا مع بداية الحرب بين إسرائيل وغزة، سألت ضيوفي في إحدى الحلقات من الإسرائيليين، أكثر من ضيف وفي أكثر من حلقة، أنه هل هي مصادفة أن تنتهي 28 يوم الممنوحة من الرئيس الإسرائيلي لنتنياهو من أجل تشكيل حكومة وتنتهي بالفشل، ثم تبدأ تطورات غير مسبوقة في الأقصى في شهر رمضان تتطور إلى حرب وما إلى ذلك، هل هي مصادفة؟ الكل قال لي تقريبا وقتها أن الموضوع يعني شبه اعتيادي، يشبه ما حصل في 2014 و2012 و2008، وأن هناك دائما مسعى إسرائيلي من الحكومة ومن المعارضة لتقويض حماس والقسام والفصائل في غزة. اليوم بدأت أصوات تعلو في الحكومة من السياسيين الإسرائيليين، من البرلمانيين، من الإعلاميين، بأن نتنياهو هندس هذه الحرب من أجل مكاسب سياسية، من أجل أن يقول أنا هو الحل الوحيد في هذه الظروف ويفشل خصمه، من أجل أيضا أن يتهرب من قضايا الفساد والمحاكمات التي تلاحقه بين الحين والآخر. إلى أي درجة تميل حضرتك إلى هذه الآراء التي بدأنا نسمعها في إسرائيل؟ مساء الخير. واضح أن افتعال التوتر في القدس والقمع أهلنا وناسنا في القدس لسياسات إسرائيل في إغلاق باب العمود، التنكيل للمصلين في شهر رمضان، وعمليا موضوع قضية الشيخ جراح، واضح أن نتنياهو وحكومته المؤسسة كان إلى يد في ذلك. واضح أن نتنياهو كان يسعى إلى توتير الأجواء بغية عمليا الدفع باتجاه اليمين، او يعني الضغط على الاحزاب اليمينية ان لا تشكل الحكومة مع المعارضة بل تعود الى كنف المعسكر اليمين الفاشل المتطرف وتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو. لا يمكن اعفاء نتنياهو اطلاقا، ولا حكومة نتنياهو، وفي دميه وزير امن داخلي احان هذا دميه في ايد نتنياهو، وأجهزة الشرطة أيضا تحت إيده، والجمعيات المستوطنين اللي عاملين كانوا طرف في توتير الأجواء، حتى أنه قائد الشرطة، القائد العام للشرطة، اتهم عضو كنيسة بن غفير اللي أنه شركاء نتنياهو كمسبب رئيسي في توتير الأجواء في القدس والدفع عمليا إلى ما آلت عليه الأمور. لذلك لا يمكن إعفاء نتنياهو. بحساباته كان أنه توتير الأجواء يعمل لصالح نتنياهو، افتعال مشاكل في القدس يصب في مصلحة، نعم تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، الضغط على بنت وعلى ساعر بعدم تشكيل حكومة بديلة مع المعارضة أو يعني المعسكر المعارض لنتنياهو. لذلك نعم أنا أمير وأنا كلنا على قناعة أنه نتنياهو كان في قرار سياسي بافتعال هذا التوتر. بس عندما نسأل عن موضوع افتعال الحرب وافتعال التوتر، سألت عدد من الضيوف الإسرائيليين والصحفيين، قالوا لي إن قضية الشيخ جراح التي هي شرارة هذه
الحرب وبدأت منها هي قضية خاصة وتعالج في المحاكم الإسرائيلية منذ سنوات، يعني لا الحكومة ولا الجيش الإسرائيلي ولا أي شيء من هذا القبيل قد يحدث كفعل من أجل إشعال حرب بشكل مقصود. يعني من جهة صحيح أنه هذه قضية في المحاكم منذ فترة طويلة، وكان مفروض القرار يصدر الشهر الماضي، ولكن تواجد الشرطة الإسرائيلية بالشيخ جراح، تواجد قطعان اليمين في الشيخ جراح، والاحتكاك اليومي واستفزاز أهلنا في الشيخ جراح تحديدا في شهر رمضان، بالإضافة إلى السياسات الأخرى في القدس مثل منع أو إغلاق باب العمود، يعني هذا إشي غير معقول، يعني هذا مدخل من أهم مداخل مدينة القدس ويتم إغلاقه في شهر رمضان، وزيادة التوتر في الأقصى المبارك، كل هذا مع بعض، وحضور بين كفير وزعمات قيادات المستوطنين واليمين الفاشل المتطرف العنصري إلى الشيخ جراح بحماية الشرطة، هذه الإضافات، القضية موجودة، ولكن زيادة وتيرة التنكيل والاعتداء والتواجد الشرطة في الحي هذا زاد عمليا القضية. يعني أفهم من كلامك أنه بالانتخابات الأخيرة نتنياهو لم يكسب أصوات اليمين المتطرف، لذلك هذه الحرب قد تجلب له مزيد من الأصوات؟ لا، نتنياهو القصد كان الضغط على بنت وعلى ساعر بعدم تشكيل حكومة مع لبيد عمليا وتستند إلى دعم الحركة الإسلامية حتى لو من الخارج. صحيح. القصد كان إحراج بنت، وفعلا يعني شاهدنا أنه بعد أحداث القدس وبعد العدوان على غزة بنت يتراجع، ينسحب من معسكر المعارض لنتنياهو وينسحب من تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو بضغط من شاكيد ومركبات عنده بالحزب. يعني نتنياهو نجح لغاية الآن ولو بشكل جزئي بإلغاء إمكانية تشكيل حكومة بديلة، حكومة برئاسة لبيد بشراكة بنت. طيب، أرجو منك البقاء معنا، عودي لك بعد قليل. أنتقل لضيفي من القدس السيد جولان برهوم الباحث والمحلل السياسي، أرحب بك معنا من جديد. أقتبس حرفيا عن عضو الكنيسة الإسرائيلي عفر كاسيف، يقول نتنياهو المختل عقليا أشعل النار في اللحظة التي فهم فيها أنه غير قادر على تشكيل الحكومة، لذلك هو المسؤول عن سفك الدماء، هو المسؤول عن كل قطرة دم تراق من اليهود والفلسطينيين، المسؤولية والذنب عليه وعلى حكومته. أستمع لرأيك بداية، هل توافق ما قاله هذا النائب؟ أولا مرحبا وتحية طيبة لك وللجميع، وطبعا شكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. طبعا هناك مبالغة بالنسبة للكلام الأخ وبالنسبة لأوفر كثيف، نحن في دولة إسرائيل، نحن في ديمقراطية، وهناك تعدد أفكار، أنت تتكلم أو تأخذ مقولة معينة أو اقتباس معين، الحمد لله هناك ديمقراطية، هناك اختلاف بين المزيد من الأفكار، يمين إسرائيلي، يسار إسرائيلي، يسار متطرف داخل إسرائيل، يهود في داخل هذا المعسكر اليسار المتطرف، وهذا هو أمر. بس أنا عرضته على سبيل المثال لأنه في أمثلة كثيرة، حتى الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أن أعداد الضحايا الإسرائيليين لو تسمح لي أكبر بكثير مما تدعيه الحكومة أو تصرح به، يتحدثون عن عشرات، يتحدثون عن 70. ليبرمان قالها أيضا حرفيا وقلتها قبل قليل في المقدمة، العملية برمتها غير ضرورية وحماس ستخرج فيها منتصرة، وإسرائيل كشفت عورة جبهتها الداخلية. هذا ليبرمان، أم ستقول لي لأنه خصم نتنياهو السياسي؟ لا، ربما ليبرمان للأسف نقل من كان أكثر كما أنتم تقولون، هذا المصطلح متطرف أو يمين متطرف أكثر من بنيامين نتنياهو. ليبرمان في اعتقادي هذا غير فقط سياسي، بل هذا أمر شخصي، هو شخصيا لديه مشكلة كراهية سياسية معينة مع بنيامين نتنياهو أو مع الجمهور الحارديم. لكن أنا أريد أن أقول بشكل واقعي غير حديث، هو ركز أيضا على نقطة أنا أريد أن أفند كلامه، قال لا يوجد هدف استراتيجي للعملية على غزة. من وجهة نظرك ما هو الهدف من هذه الحرب؟ وأين كان الهدف الاستراتيجي؟ أين كان الهدف سيد جولان؟ تحدي أمني، هناك عصابة دموية
يقطع الاتصال بك يا سيد جولان، إن كنت تسمعني أرجو إصلاح هذا الخلل من قبل الزملاء وأعود إليك بعد قليل. أستاذ خالد خليل الصحفي المختص بالشؤون الإسرائيلية ضيفي من اسطنبول، أهلا ومرحبا بك معنا إلى هذه الحلقة. أستمع بداية لوجهة نظرك، وهل يمكن لنتنياهو فعلا أن يستفيد من هذه الحرب سياسيا، خاصة وأن الأصوات بدأت تتعالى ضده؟ مساء الخير أحمد، ولك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. دعني أوجه تحية للشعب الفلسطيني الذي آمن بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الجرائم أيضا تسقط بالتقادم، وأن القوة والغطرسة ربما تسرق بلد إلى حين ولكن ليس إلى الأبد. بالنسبة لسؤالك، أكيد نتنياهو هو مستفيد. إسرائيل تعيش أزمة سياسية خانقة منذ عامين، دخلت 4 جولات انتخابية فاشلة. صحيح. كان السبب الرئيسي فيها هو تفرد نتنياهو بالسلطة، الذي أحدث انقساما حادا في الشارع الإسرائيلي بين يمين وآخر لا نستطيع أن نسميه يسار، بالحقيقة اليسار الإسرائيلي شبه متلاشي بين اليمين وبين المركز. عقدة هذه الانتخابات هي إزاحة نتنياهو من كرسي الحكم، الذي هو يستمر في الحكم منذ 2009 منذ 12 عاماً بثلاث مراحل. انعقد شكله من جيرانه العرب يا أستاذ خليل. زاد عليهم هناك في الشارع الإسرائيلي، يسمونه بيبي الملك، ويعطونه ألقاب لاهوتية توراتية، ودوماً يلعب لعبة أنه هو غير قوانين اللعبة في المنطقة، وهو يبحث ويجلب الهدوء والسلام، والآن تطبع الدول المحيطة به. دوما يتفاخر لكسر رواية معارضيه بأنه هو جلب تطبيع 160 دولة بما فيها المحيط، ولكن الآن القاعدة تغيرت. الآن نشاهد أن الشعب الفلسطيني صراحة، وهو حراك مدني بدأ بالقدس وبالشيخ جراح، كان لاحقا له هي المواجهات العسكرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية و الجيش الاحتلال الإسرائيلي. نعم. الشعب الفلسطيني قلب الطاولة لصد استفزازات اليمين التي كانت بتحريض، صراحة مثل ما قال ضيفك، كانت بتحريض من نتنياهو الذي وقال قائد الجيش، قائد الشرطة الإسرائيلية، أن عضو الكنيست إتمار بن غافير، وهذا إتمار بن غافير صراحة لا تكفي أن نصفه بأنه متطرف، هو فاشي، هو عصابة كهنة من جماعة كهنة الذي يدعو إلى قتل العرب صراحة. هو باعتراف من قائد الشرطة الإسرائيلية بأن بن غافير هو الذي قام باستفزازات في باب العمود. باب العمود أشهر أبواب مسجد الأقصى، وكما هو معروف هو باب دمشق يعني إلى الشام. بتعليمات أو دفع من من؟ بدفع من إتمار بن غافير، وهو عضو كنيست فاشي. كيف يدخل دخل الكنيست في ظل الاستمرار الطويل لوجود نتنياهو في السلطة، الذي عزز أركان اليمين في إسرائيل وخلق حالة من الاستقطاب الحاد في الشارع الإسرائيلي. وهم نتنياهو الآن هو صراحة ربما مستفيد، هم نتنياهو إفشال مساعي كتلة التغيير بقيادة لابيد في تشكيل حكومة للذهاب إلى انتخابات خامسة. هو لا يهمه الأمر يذهب إلى انتخابات عاشرة، المهم أن يبقى في السلطة. ولكن الشعب الفلسطيني قلب عليه الطاولة، حتى الآن الشارع الإسرائيلي هناك استياء حاد من أين أنت يا نتنياهو الذي تتفاخر دوما بأنك تجلب الهدوء والسلام، ها أنا الآن نحن الآن لا نعيش أمان. تل أبيب معروفة عاصمة إسرائيل الاقتصادية، مدينة الحفلات الصاخبة، لا تعيش أمنا. برأيي كان استفزازا مقصودا من اليمين الإسرائيلي بقيادة نتنياهو، ولكن الشعب الفلسطيني والحراك الفلسطيني الذي فجر القضية الفلسطينية وأعادها على الطاولة، ونلاحظ النقاش العالمي وهذا الغليان في الشوارع وفي عواصم عدة. برأيي الاستفزازات كانت متكررة دوما، يعني في 2020 لم يكن هناك استفزاز، في 2019 كان استفزاز وكان يعني مرشح لأن يكون إلى تصعيد عسكري، لم يكن بحسبان اليمين أنه ونتنياهو
الذي بادر بخلق هذا الاستفزاز لخربطة الجو السياسي ولمنع خصومه من تشكيل حكومة لعله يذهب إلى انتخابات خامسة، ولكن اتخاذ الشعب الفلسطيني زمام المبادرة وقلب الطاولة على كل مخططات نتنياهو واليمين المتطرف. الانتخابات الآن بقي أقل من أسبوعين لزعيم كتلة المعارضة يائير لبيد لتشكيل حكومة، ويبدو أنها فشلت نتيجة انسحاب أحد يمكن أحزاب. الحكم على فشلها منذ الآن أستاذ خالد؟ هي فاشلة، وأيضا نتنياهو بصراحة هي الانتخابات الإسرائيلية شبيهة برقعة الشطرنج المعقدة جدا، يعني الكل يحرك أوراقه ولا أحد، يعني كلا المعسكرين، معسكر نتنياهو اليمين المتطرف والتغيير الذي هو يسار الوسط لا نسميه يسار، لا يوجد بينهم أجندة انتخابية، الطرف الآخر فقط هو يريد أن يزيح نتنياهو، ونتنياهو واليمين يريدون أن يعيشون ثمار شهر العسل الذي كان في عهد ولاية ترامب الذي منحهم القدس على طبق من ذهب، وهذه الاستفزازات يريدون أن يكرسوا هذا الواقع. حركها بالفعل نتنياهو، ولكن أنا لا أرى أن كل ما يحدث نضالات هذا الشعب الفلسطيني أنها مجرد لعبة من نتنياهو، لا، هو حاول استفزاز الشارع الفلسطيني، ولكن كان الشارع الفلسطيني يعني فاجأنا جميعا في فاجأ نتنياهو نفسه برأيك؟ فاجأ نتنياهو. نتنياهو نتيجة براغماتيه ربما هو كاسب على المدى القصير لمنع خصومه من تشكيل حكومة، ولكن هو خاسر على المدى البعيد لأنه تفجرت كثير من القضايا بعد هذه الحملة العسكرية. هو الآن يبحث عن نصر موهوم لإيقاف الحرب، حتى هو في مأزق وحلفائه في مأزق، أمريكا. إذن كل ما يحدث أفهم من كلامك مدروس. مدروس، أنا أقول لك باختصار، هو استفزاز اعتيادي من قبل اليمين باتجاه قطاع غزة وباتجاه المسجد الأقصى، ولكن الشعب الفلسطيني هو الذي قلب الطاولة. طيب، من جديد إليك جولان برهوم، الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي، ضيفي من القدس. القناة الثانية الإسرائيلية تقول حكومة نتنياهو تكذب على الإسرائيليين، هناك 97 قتيل 870 جريحا. لماذا تكذب حكومة نتنياهو، حكومة تصريف الأعمال يعني إن صح اللفظ، في نتيجة خسائر هذه الحرب التي افتعلتها كما يقول بعض الساسة الإسرائيليين؟ انظر، ما عندي جميع المعلومات الدقيقة، طبعا المفروض ان نفحص ذلك، لكن انا لا هذا هل الاعلام الاسرائيلي يعني مش حد ثاني. تفضل استاذي، انا غير مؤمن الحكومه الاسرائيليه، كل حكومه الاسرائيليه، هاي غير مساله يمين اسرائيلي. القدس مقدسه، مدينه اورشليم اسف، مقدسه لليمين الاسرائيلي للجميع. لا، هي القدس، انت نطقت بالصحيح. إذا يسمح لي، تفضل. إذا يسمح لي من فضلك، تفضل. أنا غير مؤمن أن حكومة، كل حكومة مبدئيا حكومة إسرائيلية منتخبة، تدخل جيش، والجيش أصله وفصله من الشعب، والشعب هو الجيش، وتتاجر بالدم، فيما ذلك دم عربي فلسطيني، وفيما ذلك دم يهودي إسرائيلي، لكي تكسب شعبية. أنا لا أصدق ذلك، و وزيد لكلامي أكثر من ذلك، كل حكومة. طب أقنعنا، يعني أنت لا تصدق ذلك يا أستاذ جولان، أقنعنا لماذا وجهة النظر هذه خاطئة؟ خسرت سياسيا، انظر جولدا مئير، انظر مناحم بيجن في 82، أود أولمرت في حرب لبنان الثانية في 2006. أنا غير مؤمن بنيامين نتنياهو هو شخصية بارزة في دولة إسرائيل. في طبيعة الحال هناك عدم موافقة، ولكن هل يمكن إنكار أنه يعاني اليوم أزمة سياسية فشل أكثر من مرة بتشكيل الحكومة؟ هناك قضايا فساد تلاحقه وتلاحق عائلته، ودائما ما يسعى للهرب إلى الأمام. أبناء شعب إسرائيل لكي يكون في يحط على رأسه تاج ويكون ملك إسرائيل، يعني فعلا
أنا غير مؤمن بذلك. بنيامين نتنياهو هو شخصيا وفي بعض من النقاط أنا غير موافق معه، لكن هذا الاستخلاص الصريح أن بنيامين نتنياهو يضحي ناس إسرائيليين فيما ذلك عرب في جيش الدفاع الإسرائيلي لكي يكسب في نظام ديمقراطي في المجتمع الديمقراطي، أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك. بنيامين نتنياهو هو غير ديكتاتور عربي الذي يقول أنا مستعد أضحي ملايين من أجل الكرسي، أنا لا، أنا غير مؤمن بذلك. إذا طرحت هذا الموضوع الاستفزازات ومسألة القدس التي تربطها مع عرب 48 التي تربط هذه المسألة مع غزة، أنا أقول لك ببساطة وهي غير مسألة سياسية، من ناحية حماس ومن ناحية الجهاد الإسلامي هناك مشكلة مع الوجود الإسرائيلي في كل شبر في كل حبة من أرض إسرائيل، هذه المشكلة. تتحدث على بين غفير بس ولكن المشكلة لم تبدأ من غزة، بدأت من القدس، بدأت من الأقصى، بدأت من حي الشيخ جراح تحديدا. يعني هناك مشكلة، طبعا هناك مشكلة وجود يهودي في مدينة أورشليم يعتبر مشكلة، كما وجود يهودي في مدينة تل أبيب يعتبر مشكلة. انظر أستاذي، الخلاف النزاع الإسرائيلي حمساوي مع عصابة حماس لا يخص على أحياء معينة وبيوت معينة في مدينة أورشليم بشكل عام. أقول معنى النزاع هو على وجود غير حدود، وجود دولة إسرائيل. هم يقولون نريد كل أرض فلسطين. بين كبير وجود بين كبير ربما هذا ربما هذا غير تحليلي طبعا أجاج أو سرع التأجيج ربما، وربما عدم وجود بين كبير هناك ربما الوضع كان احسن ربما. طيب جولان بصراحه ستبقى على رايك يا جولان، ستبقى على رايك، بس خليني اسالك لو سمحت جولان. ترتكب جرائم طيب مش ما تاخذني لموضوع اخر، بس بخليني اسالك لو سمحت، ستبقى على رايك هذا ووجهه نظرك هذه حتى ان فشل لابيد بتشكيل الحكومه وكسب بالمقابل نتنياهو وشكل حكومه بعد سلسله من الاخفاقات؟ ستبقى على رأيك هذا؟ من فضلك أستاذي أنا غير سامع من فضلك، أرجع على السؤال من فضلك أنا غير سامع. طيب تسمعني الآن بشكل جيد لأعيد عليك السؤال جولان. تفضل. طيب سألتك هل ستبقى على رأيك هذا غير مقتنع بأن هذه الحرب من أجل مكاسب سياسية لنتنياهو حتى إن فشل لبيد بتشكيل الحكومة كما يقول البعض منذ الآن ونجح نتنياهو بتشكيل حكومة بعد سلسلة من الإخفاقات، هل ستبقى على موقفك على رأيك هذا؟ هذا غير متعلق لتشكيل حكومة. اسأل لبيد، اسأل كل واحد، لماذا نحن نربط الموضوع السياسي عندما جنود إسرائيل والشعب الإسرائيل يتعرض للعنف الحمساوي؟ هذا غير الموضوع، نحن نتحدث على ذلك، نحن نحلل ذلك. هناك إجماع اليوم في إسرائيل. أنت تحدثت، طرحت مقولة عضو الكنيسة كثيف، طيب لكن داخل إسرائيل هناك إجماع، هناك تأييد غير لبنيامين نتنياهو، غير بالنسبة لبنيامين نتنياهو بل لجيش الدفاع الإسرائيلي، للهجوم الإسرائيلي، للدفاع الإسرائيلي، لرئيس أركان الجيش. لماذا كل أمر أصبح مسيس؟ في بعض من النقاط اليمين الإسرائيلي غير موافق مع بنيامين نتنياهو، طبعا اليسار الإسرائيلي غير موافق مع بنيامين نتنياهو، لكن اليوم في هذه اللحظات، وهذه اللحظات لحظات طوارئ، لحظات قاسية، حان الوقت أن نحن نتوحد يهود وعرب داخل إسرائيل ضد العدو المشترك، العدو المشترك. وبالمقابل وحتى من الفلسطينيين، وحتى من الفلسطينيين وتركوا كل خلافاتهم جانبا اليوم وهم على قلب واحد. لا أنت لا تتحدث ذلك، بعض من الضحايا هم عرب داخل إسرائيل. هذه المسألة التسييس نتحدث على ذلك، نحلل ذلك بعد المعركة، وإن شاء الله إن شاء الله نحن ننتصر هذه المعركة. تنتظرون أم تنتصرون؟ ما فهمت. انظر، كل إنسان عقلاني، كل إنسان فهمان يرى أن عصابة
سلطات حماس موجودة قدام هزيمة. هل فعلا الوضع في غزة هو أحسن اليوم؟ هل فعلا من أقوى فعلا؟ نحن داخل إسرائيل، نحن اتركك من بتركك من غزة يا جولة، احكي لي بإسرائيل، هل الوضع في إسرائيل أحسن اليوم؟ هل كنتم مضطرون إلى أن تعيشوا هذه الأيام الصعبة؟ هل كنتم مضطرون إلى هذه الحرب والصواريخ تنهال عليكم؟ احكي لي عن الوضع في إسرائيل، شيل اترك لي غزة على جنب. أنا غير سامي لو سمحت من فضلك. لا غزة متعودين الجماعة، متعودين وعارفين من أول صاروخ أطلقوه، من أول صاروخ أطلق من غزة عارفين النتائج. أنت كيف يعقل؟ الشعب الفلسطيني في غزة مظلوم. نحن انسحبنا من غزة غير مسألة احتلال، والحدود مفتوحة على الأقل، الحدود المصرية فلسطينية وتسمى فلسطينية فهي مفتوحة. أستاذي فعلا غزة مهدودة، قضاء حماس يتمتعون من نقود ما شاء الله، لكن الشعب الفلسطيني في غزة، أهل غزة يا جولان رجعت لي تحكي لي عن غزة، احكي لي عن إسرائيل يا صديقي، هل كنتم مضطرون لهذه الحرب؟ هل تعيشون الآن بمأمن؟ فعلا اول حديث اصبح حديث عاطفي، انتصرنا اسرائيل كما انتصرنا في معركه 73، فعلا الوضع في غزه احسن او هو تأزم؟ هذه النقطه اتساءل الناس، اتساءل الناس في غزه، تريدون فعلا ان هذه العصابه سيطر عليكم؟ هيمنة حماس، هذه الدكتاتورية، هذه الأخوانجية هي الضرر المركزي لأهل غزة. يبدو أنك مصر يعني تخلي النقاش كله بحماس، وأنا عم أسألك عن الأصوات الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية والانتخابات الإسرائيلية، عم تتهرب يعني أنت أمام مشاهد الآن تتهرب من كل أسئلتي. مشحونين يهود في المدن المختلطة، عندما يهود وعرب قد قتلوا نتيجة القتل، هذا هو الانتصار؟ أتساءل العرب، أتساءل المسلمين، أحترم الإسلام، سنة النبي، أحترم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل فعلا هذا يعتبر نقص؟ انظر أستاذي دولة إسرائيل الحمد لله. طيب وصلت صورتك، اسمح لي بس اسمح لي عندي ضيوف تانيين، برجع لك جولان برهوم، برجع لك سأتوقف عند هذه النقطة معك، وصلت الصورة بشكل جيد. دكتور إمطان الشحادة ضيفي من حيفا، أعود إليك من جديد، إذا عندك تعليق على ما قاله اليوم سيد جولان قبل ما أسألك مزيد من التفاصيل، تفضل. لا هذا يعني أحقر ما يمكن أن يكون، أن يتحدث المستعمر والمحتل باسم الضحية، يعني إسرائيل تحاول الآن بس بدون شخصنة دكتور، دكتور بدون حكي لي بالأفكار العامة. أنا غير مستعمر، سجل عندك في بيت في الأرض الموجودة عرض إسرائيل، أنا غير مستعمر. لا أنا الآن أرفض يا سيد جولان، يا سيد جولان أخذت وقتك وكفاية، لو سمحت لو سمحت بإمكاني إغلاق الصوت عليك، ولكن خلي الوقت والسؤال للدكتور مطانس، الوقت والسؤال للدكتور مطانس. جولان عندك نقاط سجلها وبعطيك برجع لك بعد قليل. إذن يعني إسرائيل دائما تحاول أن تتحدث باسم الضحية وهي صانعة الكوارث الفلسطينية. إسرائيل ما زالت تحاصر غزة، إسرائيل تتحكم بعدد الكالوريز اللي بأكلها الفلسطيني بغزة يوميا، بالمواد المسموح أن تدخل إلى غزة، أكبر أنتجت أكبر سجن في العالم، وتطالب منا كفلسطينيين كعرب في الداخل وفي الضفة وغزة والقدس أن نقبل بهذا المصير، وفقط من أجل يعني ما يسمى ازدهار ورفاهية دولة إسرائيل، هذا مرفوض بتاتا. لذلك طيب بس عم بيخبروني جولان خليك لا تنسحب من الحلقة سيد دكتور، اسمح لي لحظة دكتور، يا دكتور اسمح لي لحظة سيد جولان برهوم، خليك بالحلقة لا تنسحب، رح أرجع لك وأعطيك وقت كافي. دكتور مطانس إليك من جديد، اليوم بحكم خبرتك في السياسة الإسرائيلية، هذه الحرب تنعكس إيجابا أم سلبا؟ لأن هناك أصوات تقول لك ستنعكس إيجابا، سيستفيد منها نتنياهو، وهناك من يقول بالعكس الخسائر، عدم الأمان اليوم الذي يعيشه كل إسرائيلي في كل مناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مناطق فلسطين المحتلة، سينعكس سلبا على نتنياهو. تفضل. لا مش بالضرورة طبعا، يعني الأمر يتوقف على النتائج النهائية للعدوان على غزة، ولكن عادة كل منطقة غلاف غزة والجنوب حتى في جولات الاعتداءات السابقة وفي الانتخابات يصوتون إلى نتنياهو رغم كل
الأصوات اللي بتطلع وقت الاعتداءات ووقت الحرب، ولكن فيها غالبية السكان غاد في منطقة غلاف غزة يصوتوا إلى اليمين وإلى نتنياهو، لذلك النتيجة السياسية تتوقف على نتائج العدوان. في حال كان في خسائر اقتصادية، خسائر بالأرواح، خسائر عسكرية، في حال استمر لمدة طويلة، طبعا هذا سيكون ما المقصود بالنتائج؟ حجم الخسائر دكتور، ولا من سيعلن أنه منتصر؟ لا لا، القضية بالخسائر. الاثنين التنتين، يعني ها أولا التنتين. في صورة كيف ستنتهي صورة النصر لمن ستكون، والخسائر المالية والمادية والأرواح والجنود وفترة الحرب على غزة. كل ما طالت الحرب على غزة أكثر سيكون تأثيرها سلبي على نتنياهو وعلى تحالف نتنياهو، وأيضا على جانتس، على وزير الأمن الإسرائيلي، سيكون تأثير سلبي. سيكون التأثير سلبي. نعم. بس إذا ليبرمان يقول حرفيا طالت الفترة كان هذه في الحرب، هذه إذا الحرب انتهت في الأيام كشفت القريبة عورة سيكون جبهة إسرائيل الداخلية. دكتور إذا يقول حرفيا انتهت ليبرمان التوقيع هذه الحرب كشفت عورة جبهة إسرائيل الداخلية، والعالم سيقول إذا كان هذا حال إسرائيل أمام حماس كيف سيكون أمام حزب الله اللبناني وإيران. التأثير السياسي هي دائما موجودة، الجبهة الداخلية تعرف في قصورات وفي مشاكل ولا تستطيع أن تتحمل الضربات. إذا الحرب يعني انتهت في الأيام القريبة قد يكون هذا يعني عامل إيجابي لنتنياهو، ولكن إذا استمرت الحرب أكثر وكان في أضرار وخسائر بالأرواح وبالاقتصاد وأصوات معارضة، لغاية الآن في إجماع إسرائيلي دائما وقت الحرب يكون في إجماع بالفترة الأولى، بعد ذلك يبدأ الانتقادات والإشكاليات تطلع، ولكن لغاية الآن ما بنسمع، يعني لا يوجد أصوات من داخل الإجماع الصهيوني تنتقد الحرب على غزة أو تنتقد أداء الحكومي، لأنه لغاية الآن الخسائر المادية والبشرية قليلة لغاية الآن، لذلك يوجد إجماع إسرائيلي. إذا استمرت طال أمل الحرب وكان في خسائر مالية وكان في تعطل للاقتصاد وتعطل للحياة اليومية، نعم ستزداد الأصوات المعارضة لسياسة نتنياهو، وسنسمع أكثر أصوات تحمل نتنياهو سبب ومسؤولية افتعال هذه المعركة بأهداف سياسية ولمصلحته السياسية بالأساس. إذا هذا يأخذنا إلى نتيجة أن الحرب لن تستمر، سيوقفها نتنياهو على أقل تقدير كي لا يصل إلى مرحلة الخسائر السياسية. يعني الحديث الآن أنه سيكون غدا وقف إطلاق النار بضغط من الولايات المتحدة، أو بدأ هناك ضغط دولي ودبلوماسي على إسرائيل لوقف الحرب. سنرى كيف ستتطور الأمور من اليوم لغدا. أستاذ خالد خليل، أعود إليك من جديد، ضيفي من إسطنبول، عن المساعي اليوم الإقليمية والدولية. نتحدث عن مصر التي عرضت منذ بداية هذه الحرب هدنة طويلة الأمد ورفضتها إسرائيل، وصولا إلى الاجتماع يوم أمس بين الأردن، فرنسا ومصر والمبادرات التي قدموها، إضافة إلى دائما دعوات بايدن وإدارته لإيقاف هذه الحرب وإن كانت خجولة. هل يمكن أن نشهد نتائج ملموسة لنهاية هذه الحرب أو وقف إطلاق نار طويل الأمد نسبيا؟ بداية دعني أعلق على ضيفك صاحب الأرض المعهودة، بس باختصار لو سمحت، مضل عندي وقت كتير. هو يقول لا، يعني ليس من المعقول أن تدخل هذه الديمقراطية المزعومة التي يدعيها وتشكيل حكومة يكون قائم على افتعال حرب وهناك ضحايا، ويحكي باللهجة الإنسانية. هناك تصريح من قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شابتاي، هو يعرفه جيدا، في اجتماع مع نتنياهو قال إن إيتمار بن غافير هذا الفاشي الذي يدخل الكنيست هو الذي أشعل ذات في باب العمود. عن المساعي، نتنياهو دخل هذه الحرب ولا يعرف كيف يخرج منها، هو يبحث عن انتصار وهمي، هناك هو في مأزق وحليفته أمريكا كمان في مأزق. الآن أمريكا هي صوت مقابل 14 صوتا في مجلس الأمن يبحثون عن إيقاف نار، وأعتقد أن أولا كمان أود التنويه أن ما يحدث في فلسطين ليس فقط الحرب العسكرية بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لا، هو ما بدأ هو حراك شعبي في القدس، حراك سلمي، انتفاضة شعبية. صحيح صحيح. نعم. طب لو كان كلامك صحيح أو منطقي يا أستاذ خالد، أنا أخذ دائما وجهة النظر الأخرى، لم أكمل، لكان قبل نتنياهو، قد يقول لك أحدهم، لكان قبل بهذه العروض التي تقدم وهذه المساعي الدبلوماسية لإيقاف هذه الحرب على أقل تقدير لحفظ ماء الوجه. يعني
هو كان يفكرها مثل كل مرة، كانت الاستفزازات قلت لك يعني في 2020 لم يحدث بسبب كورونا، لم يحدث استفزاز. أما في رمضان 2019 كان هناك استفزاز. الصحافة الإسرائيلية تحدثت منذ بداية هذا العام عن مناورات عسكرية يقوم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. لا بس أنا سألتك، عفوا أنا سألتك انطلاقا من جملة أنت قلتها أو فكرة، هي أن نتنياهو دخل هذه الحرب ولا يعلم أو يعرف كيف سيخرج منها، فلذلك سألتك إذا كان لا يعرف فالمبادرات جاهزة والمساعي جاهزة فليقبل بإحداها. يبحث عن انتصار وهمي وأمهل يومين، وكان يريد بهذه اليومين أن يأخذ على انتصار وهمي، ولكن على أرض الميدان لم يكن هناك قلب الطاولة. أنا كنت أريد أن أشير إليك أن هناك ثلاث ساحات فيما يحدث الآن في فلسطين المحتلة، ليس فقط حماس وصواريخها، الأهم كانت هي الحراك الشعبي في القدس، ثانيا هي مبادرة حماس بإطلاق قذائف، وهذه الأمور القذائف معتادة عليها إسرائيل، وكانت البالونات وهي، ولكن الجيش الإسرائيلي هو صعد كان يريد أن يشعل الساحة لمآرب سياسية. والساحة طيب الجبهة الأولى غزة كمل. الجبهة الداخلية الآن نشاهد فلسطيني داخل الخط الأخضر في اللد والرملة وحيفا، هم ينتفضون، هم الآن يعني هدول ما يطلق عليهم عرب 48 صحيح؟ عرب 48 هناك شبه يعني زعيم المعارضة المكلف في تشكيل حكومة لديه تصريح يقول نحن الآن في أزمة وجودية، وحذر الرئيس الإسرائيلي روفوئين الذي يدلعونه بروبي بأن هناك احتمال مخاطر لنشوب حرب أهلية في إسرائيل نتيجة انتفاضة عرب 48. كل هذا الحديث والتصريح الحديث من قبل ضيفك صاحب الأرض المعهودة دليل حدث صوته، دليل فشل وأفلاس. هناك أزمة حقيقية الآن تواجهها إسرائيل في جبهتها الداخلية. طيب. ربما هو يعني عذرا هو تلميذ حقيقي لأفيخاي أدرعي، ولكنه لم يتعلم من أفيخاي أدرعي أن يعرف كيف يعرف من أين تؤكل الكتف. إيه. لا لابد أن يكون ريلاكس. طيب. ما في مشكلة، خلينا كمان نعطيه وقت أستاذ خالد، مضى عندي كتير وقت في الحلقة سامحني. سيد جولان برهوم، لك الوقت الآن، لك الوقت الآن، واسمح لي أن أسألك، ما الصورة أو ما النتائج التي ينتظرها نتنياهو لإيقاف هذه الحرب ويقول أنه قد انتصر؟ يعني مثلا القضاء على حماس أمر غير وارد كما يقول البعض، تدمير غزة لا أعرف، جواب عندك. أولا إذا رفعت صوتي للسبب المركزي كان أنا كنت مقطوع، وأنا أريد أن أعبر رأيي، وطبعا الأرض هي أرض موعودة وهناك أدلة تاريخية على ذلك، أرفع صوتي يكون واطي، لكن هذه هي الحقيقة، خلينا نتركز في المهم. الآن بالنسبة لصورة النصر، لا يوجد هناك اعتبارات لل هناك اعتبارات والمسيحيين يقولون ذلك وأنت تعرف ذلك، والمسألة لا تخص إلى حدود معين، بل بالنسبة لوجود أرض إسرائيل أنت لا تستطيع أن تقول الاسم دولة إسرائيل، أنت تقول فلسطين، هناك معركة على كل إسرائيل، هذه هي الحقيقة. أنتم تقولون ربما للغرب لغة أجنبية، نحن نريد لحد 69، لكن فعلا أنتم تريدون نحن في القرن الحادي والعشرين، نحن في القرن الحادي والعشرين. طيب معلش خالد خليه ياخذ شوي وقته، خليه ياخذ وقته. جولان يا جولان أستاذ جولان، من أول الحلقة وأنت لم تجبني ولا على سؤال من أسئلتي، سألتك متى سيتوقف، ما النتائج التي ينتظر أن يحققها نتنياهو ليقول أنا انتصرت وسنوقف الحرب بشكل مباشر؟ جاوبني، خليني أكمل من فضلك. ما ضل عندي خلص وقت الحلقة وأنت بدك تكمل أفكارك يا سيد جولان، جاوبني على السؤال لو سمحت، معي دقيقة واحدة. صورة النصر عندما نحن نرى حماس غير أهل غزة، نحن نعرف بالضبط من خرب غزة، نحن نعرف بالضبط من سرق، واليوم هو موجود رايح وجاي في قطر، أولئك هم قضاء حماس، أنتم تعرفون، كل واحد في هذا الاستوديو يعرف ذلك، عندما أنا أرفع صوتي نعم أم لا، لكن الصورة عندما نحن نرى حماس عصابة دموية ضعيفة مردوعة
ونرى حدود ساكتة. إذا لا تكون حدود ساكتة، طبعا نحن نجاوب. كيف يتم تحقيق ذلك؟ بإسقاط العمارات، بإسقاط الأبراج، البنايات المدنية؟ هذه المعادلة ببساطة، لكن عندما نحن نرى إطلاق صواريخ يتجدد ضد مواطنين إسرائيليين، وهذه هي الجريمة، هو يتهرب من ذلك، يتحدث على صوت جولان برهوم أو إيقاع صوت جولان برهوم. خلينا نتركز في المهم، هناك جرائم ضد مواطنين دولة إسرائيل، إطلاق صواريخ ضد عرب داخل إسرائيل وهو يتحدث على صوته. طيب هل يمكنك أن تتهرب من حقيقة المدنيين والأبرياء الأطفال والنساء الذين يسقطون في غزة جراء العدوان الإسرائيلي عليهم؟ أحسن من مغاغمة برية، لا نريد ذلك. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، جولان برهوم الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي ضيفي من القدس. شكرا جزيلا للدكتور مطانس شحادة عضو الكنيسة السابق في التجمع الوطني الديمقراطي. شكرا جزيلا لضيفي من اسطنبول الأستاذ خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي. الشكر الأكبر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. أعود ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.